pathologists visiting the ER besides the backache and headache. ما تفكروا إنه يعني ال abdominal pain شيء سهل. هو مربك وممكن يحيرك. صح كثير هسه جزء واحد منكم يقول طيب ما هو تروما بيشنت مربك أكثر صح؟ تروما بيشنت مربك أكثر. لكن الابدومينال بين ممكن يجيك واحد old age, adolescent age group, young female, مثلا old woman, ما تعرف تتعامل معهم, تستشير السينيور وتعمل له كمان consultation ومع ذلك وتدخله وثاني يوم مش عارف شو اللي عنده. الابدومين the largest area in the human body and it contains many vital organs. وهاي الأورغان كمان إن هذه شنتو إنها كفر كي ولا شو أنا بعتذر في إجاني مكالمة بفصلها عمر بس أفصلها خلص ألو دكتور معي عمر أخلصك معك سامحوني مش بإيدي الموضوع مشان هيك كنت حاب على اللابتوب بس يعني مش مشكلة نحاول المرة الجاية كمان. طيب هلأ زي ما اتفقنا إنه الأبدومينال بين راح تشوفوه كثير بالنساء. هسا أنتوا سنة رابعة سون لي راح تكونوا خامسة وفي منكم راح يكون نشيط ويمكن يداوم بالإسعاف. السادسة أكيد راح يداوم بالإسعاف سنة الامتياز. وبالامتياز على فكرة بما أنكم خريجين تكنولوجيا وأنا شايف أنكم نشيطين ما شاء الله مبين من الحضور, فالطبيب الطوارئ كثير راح يعتمد عليكم وممكن يوكلكم مهام. يعني أنتم بسنة الامتياز راح تكون one of the treating medical staff سواء بسمة أو مستشفى الملك عبدالله anywhere. هسا كثير في من الطلاب بالسنة الرابعة كانوا يطلبوا مني بالتعليم الوجاهي في بسمة بالراوند الوجاهي والله دكتور بدنا نفوت معك عمليات والله أنا ما بحب أنك أنت يعني ترش for these things. بالأول أنت خذ الأشياء اللي قبل تعلم الأشياء. يعني مثلا واحد بده يجي معي على العمليات هو مش عارف شو أنواع السوتر ماتيريال أو مش عارف الباثولوجي itself اللايرز تبعاتها الكونتنس مش راح يستفيد. يعني بينما لما أنت تكون oriented بالأناتومي بالباثولوجي اللي بدنا نعمل لها سيرجري وتكون oriented بالسيرجيكال تيوبس والسوتر ماتيريالز هذيك الساعة يعني بكون الموضوع ذا فائدة. هلأ اللي بدي أحكيه إنه ما تفكروا إنه يعني خلص إذا فتوا عمليات راح تكونوا أنتوا يعني صح. أنا بعرف إنه كثير منكم بحب يشوف الأشياء هاي بس إذا بتشوفوا الأشياء هاي without background ما راح تستفيد. لما تشوفوا أنت عارف شو الجراح سواء أنا أو غيري شو بيساوي قاعد ممكن إنه كمان حتى تشاركه بكون ذات فائدة وراح يرسخ بمخك للأبد. والتواجد بالطوارئ على فكرة بحطك على المحك. يعني هسا بيجيك ممكن يجي ماس ار تي اي او ماس تروما بيشنت انت ممكن راح تكون وانت غصبا عنك راح تكون واحد من اللي بيساعدوا المرضى. يعني التمريض مشغول والاطباء مشغولين من كثره الفيكتيمز او المرضى فممكن انه ينطلب منك كمان سوتشرينج وينطلب منك دريسنج وينطلب منك تعمل اكس راي. طب انت مش عارف كيف بدك تعمل سوتشرينج كيف بدك تمسك النيدل هولدر وتعرف قديش السايز تبع النيدل شو سوتشر ماتيريال. انت هاي الاشياء لازم تكون هاي بيزكس. هاي اللي اوصل لكم اياه انه انتم تكونوا اورينتد بهاي الاشياء السمبلست things اللي احنا ما منتبه لهاش. انا يعني مريت بهاي المرحله. يعني كثير منكم هسه بمر بجنب الستوك اللي هو تبع شو اسمه هذول مخزن التجهيزات الطبيه هاي بتشوفوا درينز بتشوفوا شو اسمه تيوبز وهاي الاشياء وبتشوفوا باجز وبتشوفوا تروكاز وهاي
ما حدا بصير عنده فضول انه مثلا شو اسمه يطلع على الباكج يشوف شو اسم الكونتنت شو لايش تستعمل. فهذا اللي بقصده انا، يعني يا ريت انه هسه احنا بعد شوي انا راح احكي لكم شوي عن السوتر ماتيريال، احكي لكم شوي عن السيرجيكال تيوب. نرجع للموضوع الهيستوري تيكينج والابدومينال بين اللي احنا بلشنا فيه. هسه انا ما بدي احكي لكم انه اور جوب از ا دكتور انه تو جيت انفورميشن فروم ذا بيشنت تو هيلب هيم. يعني هو المريض بيجي لعندك سيكينج فور ميديكال كير، اذا انت ما كنت عارف بصايد، انت ممكن تكون باصم الكتاب من الجلد للجلد لكن انت مش عارف. في احيانا بكون واحد اوفر كونفيدنت وكيرلس، انا ما بدي تكون هاي هيك، يعني انا بدي تكون سمبل كونفيدنت وتفوت على المريض عارف شو اللي بدك اياه. اما انت يعني تروح على المريض تنقى مريض مثلا، هسه انت طلاب طبعا، بعد ما تكون انت يعني تخرجت هذا بدك تفوت على اي مريض، بدك تكون عارف انه your job is to get information from the patient and to translate the patient's word to medical terms. لانه ممكن يجيك طيار، ممكن يجيك مهندس، ممكن يجيك ختيارة، ممكن ما حد، ممكن يجيك شاب ما يفهمش شو سؤالك، ممكن كمان انت تسأله انت ما تفهمش شو جوابه، ممكن يستعمل الفاظ فقهية، فما بيجيك مريض مفصل تفصيل. ما بدي من اي حدا منكم يجي يقول والله دكتور المريض ما رضي يحكي لي، المريض تحشني، المريض ما تعاون معي، لا، لانه ممكن يجيك يكون المريض كريبلد، ممكن بيدياتريك ايج جروب، ممكن يكون سندروميك، ممكن يكون ان بين، ممكن يكون ازعر درنك. Your job is to get information from these patients regardless الأشياء اللي حكيناها. هلا كثير أحيان كمان في بيجيكم مرضى، أنا بحكي لكم من البراكتس، بيجيكم مرضى عندهم obsession، يعني بيجي بكون فار على أكثر من دكتور ومطلع على النت وبيجي هيك بمزمز عليكم هذا. فأنت يعني خليك confident، والنقطة اللي بدي أحكيها المهمة don't let the patient to guide you. أنت get your information and skip. فاهم علي؟ يعني ممكن المريض يتوهك على فكرة. ممكن انت تاخذ هيستوري بالكلينيك، ممكن تاخذ هيستوري بالامرجنسي روم او بالورد. بغض النظر عن البليس، بدك انت تكون عارف شو التارجت تبعك، عارف شو بدك، ومش شرط تكون انت مثلا يعني واحد عنده مثلا يورولوجي بروبلم كويس، انت بدك تكون عارف كيف بدك تعمل له ديجيتال ريكتال اكزامينيشن، كيف بدك تعمل له ابدومينال اكزامينيشن، كيف بدك تعمل له اسسمنت ل الباثولوجي بريسايز باثولوجي، تروح تاخذ له هيستوري منه من الفاسكولار مثلا سيستم. يعني كويس انك مثلا تساله عن البوزيتيفز كويس، اما خليك انت فوكس على الباثولوجي اللي انت جاي مشانها. انا بعرف انه بالهيستوري تيكينج في سيستميك ريفيو، في هيستوري بريزنت إلنس وهي الاشياء، بس انت خليك يعني خلي السبيكترم اوف ثينكينج عندك وايد، بعدين تعمل له نارون انت زي ما بدك. لا خلينا نحكي انه جيت انفورميشن، اعمل جاذرينج للانفورميشن، analysis then production اللي هو التشخيص. خلينا نحكي هلا نيجي على ال patient profile. patient profile تعرفوا اكثر مني النيم والايج وهي الاشياء، بس في شغله انا بدي احكي لكم عنها انه بال ethnicity او ethnic group اللي هم كاتبينها الاجانب اللي الفوا الكتب اصلا، هم هاي الاشياء عملوها لنفسهم لانه موجود عندهم many ethnic groups، احنا ما عندنا هاي الاشياء. احنا ممكن نستبدلها بنيشن مثلا، كون في صار بالاردن ميني نيشنز، ممكن نستبدلها نستفيد بدل نحكي اثنيسيتي عن النيشن. والنيشن انا بحب انك انت تكون عارف مثلا most of Jordanians are insured، يعني لو انه سالته انت اردني
أو سوري أو عراقي أو كذا، مش غلط يعني تكون عارف الجنسية. وفي أسبكت ثاني اللي هو بسايد الانشورنس وايز، هسه يعني Syrian population due to their bad condition in the refugees camps they get many infectious disease. ممكن أنت as a surgeon بهمك تكون عارف مثلا هذا المريض عنده hepatitis أو ما عندهوش، لأنه ما بتضمن ممكن تغزك النيدل أثناء السيرجري أو لا. مش معقول تترك تشرح الجرامز تترك المريض على الطاولة وتروح تعمل تايتريشن وتروح تدور على الصيدلية على إيمونوغلوبولين. فبدك تكون أنت حذر من هاي الأشياء. يعني اللي بقصده أنه هم حطوا الإثنيك جروب لأنهم وجدوا أنه بريسايد إثنيك جروب في عندهم ماني أو common pathology، وخصوصاً ال cancers. يعني مثلاً Japanese population عندهم ال gastric cancer common، ال African American عندهم مثلاً common blood disorders، عندهم كمان ال renal cell carcinoma common، ال Jewish testicular cancer وهكذا. احنا هنا وكلنا يعني وان اثنيك جروب فروم ميديتيريان اريا للقلب. انا بالهيستوري تيكينج تحديدا بالبيشنت بروفايل مش غلط تكون عارف شو اسمه تبدل الاثنيك جروب بناشوناليتي للاسباب اللي حكيتها قبل شوي. هلا منيجي على ال 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 المين بروبلم اللي هي chief complaint. هاي عادة المريض هو بحكيها ب يعني his own words، ولازم تكون مصحوبة بالduration. هلا ممكن يكون هسا بدك تكون انت لما يجيك المريض انه شو السبب اللي خلاه يجي الان، كونه مثلا ممكن يكون له اسبوع. إذا خلينا نحكي عن الأبدومينال بين، إذا أبدومينال بين إله أسبوع أو إله شهر أو والمريض محتاج إنه يأخذ مثلاً أنت أسيد أو بين كيلر أو أي إشي ويروح، بس في إشي طرأ ممكن هي ديفلوب فيفر ديفلوب ريبيتد فوميتينج، بدك أنت هاي تركز عليها هاي الشغلة. بالمناسبة in the future any abdominal pain you will face regardless the degree of pain هسا خلينا نحكي في mild or moderate or severe. هسا severe pain لتصنيفه not responding to usual analgesics. خلينا نقول انا بحكي لكم عن اللي بتشوفوه بالاسعار. Severe pain هو زي ما اتفقنا انه البين اللي not responding to the usual analgesics. The usual analgesics هما الباراسيتامول والأنسيد. هسا إذا المريض ما صار عنده response لهاي الأشياء سواء كانت الروت oral injectable وهكذا، بغض النظر بدك أنت تعمل له admission. إذا one يعني أعرف إنه one the indication for admission is a severe pain. هسا ممكن يجي كمان mild pain بس تعمل له admission. ليش؟ يعني هسا عادة احنا mild pain والmoderate pain بنروح نكتب لهم prescription ونقول له راجع العيادة، لكن في احيان تضطر انه mild pain بتدخله بكون associated with fever. any pain regardless degree بدك فيها هذه النقطة. any pain associated with fever regardless degree بده admission. لازم تكون عارف هذا for observation for consultation of your senior your specialist وهكذا، تكون انت specialist ان شاء الله. فهاي الاشياء بتشوفوها بالاسعاف. بدي كمان احكي لكم انه any pain you will face in the future مش غلط تعمل له تصنيف مثلا according to the age. طبعا هذا مش قرآن منزل، في اشياء رير في ستينز، بس انه كويس انك انت تكون مرتب معلوماتك وتكون عندك ستيبس. يعني
صنفه according to the age مثلا صنفه according to the gender والcommon things is common بعدين بتروح على rarest thing اعمل exclusion للcommonest بعدين بتفكر بالrarest مش يعني ما تكون silly يعني مثلا واحد بيجيك upper abdominal pain ما بدي تحكي لي gastric ulcer أو GI ulcer ليش ما تفكر cancer مثلا بالأول بعدين تعمل rolling out بالcancer بعدين بتفكر بال سامعيني مزبوط ولا مستمعيني مارك سامعين دكتورة فاهمين علي شو يعني واحد مش فاهم وما بحكي هم الكل سامعني واحد مش فاهم يحكي لي أنا مش اسمه واللي بحب يشاركني أنا كمان بكون سريع تمام؟ تمام طيب هلا نرجع لموضوع الأبدومينال بين اتفقنا أنه ينعمل له كلاسيفيكيشن في كمان نقطة بدي أحكي لكم إياها بخصوص الأبدومينال بين بدي أنا تعمل رولينج أوت at the top of the list بالديفرنشال دياغنوسيس او بالديفرنشال لل كاتاستروفيك ثينجز او باثولوجيز اللي ممكن تكون كوز اوف ذس ابدومينال بين مثل بنكرياتايتس مثلا ميزنتريك فاسكولار اكسيدنت مثلاً ascending cholangitis, perforation, viscous. هسا ليش أنا بحكي أعمل rolling out من الأول؟ لأنه هذول ممكن يصير في deterioration لل patient condition of patient within hours. يعني ممكن يكون fatal. يعني مثال. هسا mesenteric vascular accident. واحد إجاك 80 سنة. And the signs of intestinal obstruction. أنت الكيرلسنس تبعتك والأوفر كونفيدنس تبعتك قلت هاي مثلاً إيلياس عنده أو شو اسمه لا فكر تيومر مثلاً فكر ميزنتريك فاسكولار أكسيدنت اطلب له مثلاً استشارة يعني فكر بالأشياء اللي مش كويسة بالأول وبعدين بتروح على الأشياء اللي ممكن تكون يعني أنا اللي بقصده إنه مثلاً هسا أنت لو إنه مست الميزنتريك فاسكولار سكيميا وقعدت تتمتمت وهذا يعني اللينث أوف سكيميا ممكن يكون 5 سنتي بصير 10 سنتي وأنت قاعد بتفكر لي بأشياء يعني زي ما جبت لكم مثال انه واحد كثير انا باجي بحكي شو الديفرنشال دياجنوسيس للابر ابدومينال بين كثير من الطلاب بيقولوا جاستريك ألسر طب ليش ما تقول لي جاستريك كانسر ليش ما تقول لي بنكرياتايتس يعني هذا اللي بقصده بعدين بالمناسبه في شيء اسمه انترا ابدومينال كوسيس للابدومينال بين في اكسترا ابدومينال كوسيس كمان تاخذوها بعين الاعتبار هلا اذا انه انت كمان صنفت هيك ترتاح يعني دائما امشي بالاي بي سيز مش بس الاي بي سيز مش بس بالتروما بيشنت اي بي سيز كل الميديسين وحتى باي شيء بس تو بس انه ترتبك بس انه انت يعني بطل انه انت تشوف انه فيش شيء واضح بالنسبه لك ارجع للاي بي سيز ما بدو ف هلا بالابدومينال بين خلينا نقول زي ما اتفقنا نعمل رولينج اوت سيكلوجن لل في حدا بسجل شكله مش مشكلة انت عمر بتسجل ولا مين لا في واحد من المسؤولين بسجل تمام هلا زي ما اتفقنا انه اعمل رولينج اوت للكاتاستروفي كوزز بعدين بتروح على الاشياء اللي ما بكونوا فيتل وذن اورز
مثال هسه مثلا بالبنكرياتيتس، لو جينا حكينا بنكرياتيتس ممكن انك انت تشوفه ان الوان بيكتشر، بعد شوي بتعمل له ريلوك بالقسم بعد 3 ساعات بتشوفه انه صار في ديتريريشن، ممكن يكون عنده شوك. على فكره بالمناسبه شو نوع الشوك اللي ممكن تشوفه بالبنكرياتيتس؟ عمر سؤال لك للجميع طبعا. ما عندي فكرة صراحة. في شوك عندنا بالبنكرياتات عمر ولا لا؟ هايبوفوليميك شوك. طيب هسا ليش بصير عندنا هايبوفوليميك، ممكن يصير عندنا هايبوفوليميك شوك بالبنكرياتات؟ بلد فلويد لوس. ايش هو؟ بلاد لوس ليش؟ يعني هو شو ستاب وند هو ولا ايش ولا جان شوت؟ ايفن الهيموراجيك بانكرياتيتس ما بصير فيه، ما بكون الكوز اوف هايبوفوليميك شوك من الهيموراج يعني، ما اتوقع. دكتور؟ نعم دكتور، ليش مش سيبتيك شوك؟ هو كومونست الهايبوفوليميك شوك قبل ما يصير سيبتيك شوك. ليش؟ لانه بصير في سيكوستريشن اوف بادي فلويد ان ذا ثيرد سبيس. في شيء اسمه ثيرد سبيس ان ذا هيومن بادي. شو ديفينيشن اوف ذا ثيرد سبيس؟ في حد بيعرف؟ الثيرد سبيس هي نوت فاسكولار نوت سيلولار، otherwise it is a third space interstitium regardless the area of the human body او الاورجن. فاهمين علي؟ الو وصلت. not vascular not cellular it is a third space. بصير في sequestration of the body fluid، بصير في shift permeability of the cells الوول the cell، بصير في alteration due to septic shock او due to pancreatitis. تمام، ممكن يكون من السبسس كمان. اذا زي ما اتفقنا ممكن يكون في شوك، او ممكن اصلا يعني هسه هذا اللي تحكيه انه يعني بتشوف البنكرياتيتس، اذا كان بنكرياتيتس شخصته بنكرياتيتس فور ابزرفيشن، ممكن تطلع عليه على القسم تشوفه صار في التريشن، صار في ديتريشن of the condition of the patient، وممكن يكون كمان يدخل الاي سي يو من الشوك. لذلك بالمناسبه هسه انت لما تيجي تكتب الاوردر للمريض طبعا بدك تخليه ام بي او، بدك تعمل له ريبليسمنت للاي في فلويد اللي هو 3 لترز اوفر 24 اورز، مزبوط ولا لا؟ لا 70 كيلو جرام بيشنت، خلينا نقول هيك. تمام، اليوجوال الفلويد اللي هم ايش هم عاده نعطيهم نورمال سلاين وجلوكوز ووتر. تمام، لكن بدك تحط كمان بالاوردر اللوسز الفلويد لوسز اللي بسايد المينتنس ديفيسيت، بدك تحسب له الديفيسيت. هسه غالبا البنكرياتيتس بيشنت احنا بنحط له سيرجيكال تيوبس اللي هم ايش هم سيرجيكال تيوبس اللي انا بعد شوي احكي لكم عنهم، الانجي تيوب والفولي كاتيتر. عن طريقهم هذول ممكن نحسب الديفيسيت، قديش الاوتبوت اوف يورين، قديش الاوتبوت اوف جي اي كونتنت. تمام، بنعوض له الى ماخذين بعين الاعتبار الميتابوليك ديس اوردرز وال شو اسمه الكترولايتس. مفهوم؟ مفهوم. طيب هلا نرجع للهيستوري تيكينج والفيزيكال اكزامينيشن. اتفقنا احنا انه الابدومينال بين بدنا نعمل له كلاسيفيكيشن مثلا اكوردنج تو ذا ايج واكوردنج تو ذا جندر، ونعمل رولينج اوت للكاتاستروفيك انترا ابدومينال باثولوجيز زي ما اتفقنا، بنكرياتيتس، ريكفاسكولار اكسيدنت، اسندنت كولانجايتس،
perforation viscous وهكذا. بالمناسبة في نقطة بدي أحكي لكم إياها، هاي بتخص كمان الانشورنس وايس واللي حكينا عنها بالبيشنت بروفايل، إنه أنت ما تكون يعني كيرلس تجاه المريض، يعني if you can't get your diagnosis by simplest lab data و simplest imaging modalities، ما يعني مش ضروري واحد يعني إنه إذا بتقدر تعمل له X-ray simple X-ray CBC urine analysis مثلاً، وأنت طلعت diagnosis ما فيش داعي تروح طالب له CT scan ولا MRI خصوصاً إذا كانت insured. تمام، هاي اللي بدي أحكي لكم إياها النقطة من الـ practice يعني. هلا وهي هاي اللي حكيتها بالأول، أنتوا ما تكون هيك over confident careless للمريض، يعني بدك تشعر مع المريض، بدك تشعر، بدك تشوف إنه إنشور ولا مش إنشور كيف وضعه، فممكن إنه يعني أنت تكون مفيد للمريض عن طريق مثلاً إنه وتطلع diagnosis by non-expensive non-invasive ultrasound، مثلاً chest X-ray، abdominal X-ray، routine chemistry، CBC. فيش داعي تروح حتى تتأكد تروح طالب له CT scan أو MRI أو examination under GA أو endoscopy. تمام؟ أوكي. طيب أنتوا ليش ساكتين كلكم على فكرة؟ ما في حد مشاركني. عمر أنا سامعك دكتور. أعطوني فيدباك. كنت تنسى بدك تحكي عن الهيستوري فيزيكال اكزامينيشن تاع الابدومينال بين. كنت بتحكي عن الكلاسيفيكيشن تاع الابدومينال بين وكيف نسوي فيزيكال وهيستوري لهم. تمام كويس. طيب هلا في بخصوص الـ evaluation examination history taking والphysical examination، هسا أنت رايح بدك تفحص مريض حتى تعمل له evaluation. بالمناسبة قبل ما نبلش بالphysical examination والpositioning of the patient، بدك تكون عارف إنه يعني privacy للمريض، closed curtains ensure good light in the room, optimal room temperature, hands clean, your hands and clean and warm. هاي الأشياء تعرفوها أكيد. بدك تعمل privacy للمريض. هسا أنت خلينا نبلش من الأبدوم. بدك تروح تعمل evaluation للأبدومينال باثولوجي. حتى تعمل له evaluation بدك beside the knowledge الميديكال نوليدج بدك تكون عارف البوزيشنينج ذا بيشنت. هاي راح انتم تواجهوها الاشياء بالاوسكي. من الاوسكي بعرفش يعني كيف، بس انه بالاوسكي اكيد يعني مثلا الاوسكي ممكن يجيك واحد زي دكتور استاذ الدكتور غازي قسايمه، ممكن يجي يقول لك فحصلي مريض عنده نيك ماس، كيف بدك تفحصه مثلا. أو واحد يجيك الدكتور مثلا أستاذ دكتور حسين الحيس يقول لك بريست لامب فحص لي إياه. أنا شفت بالامتحان واحد مريض عنده إنجوانيال هيرنيا، ما عرفش كيف يعمل له بوزيشنينج الطالب. فأنت بدك تكون عارف يعني في أشياء مثلا بالجينيتاليا، مثلا جينيتاليا بالجروين اريا، مثلا ستاندينج بوزيشن بتفرجيك أكثر من السوباين بوزيشن، مثلا سكروتال كونتنت بتشوفها أفضل بالستاندينج بوزيشن أكثر من السوباين. فاهم علي كيف؟ فبدك تكون عارف إنه سوباين وستاندينج جينيتال باثولوجيز سوباين وستاندينج لازم تحكي للمريض.
كمان بالستاندينج بوزيشن انت بدك مثلا هيرني الاورفيس كيف بدك تفحصهم؟ ما يعني هسه الهيرني الاورفيس انا ليش دخلت بالموضوع هذا؟ انا تذكرت انه صارت معانا بالاوسكي هاي الشغله بخصوص البوزيشن اوف ذا بيشنت. بدك تكون عارف كيف انه البوزيشن للمريض وانت وين راح تكون. مثلا تيجي بتحكي للمريض بده يعمل لك ديجيتال ريكتر اكزامينيشن، يقول لك طيب دكتور اعمل لي ديجيتال ريكتر اكزامينيشن كيف انا شو بدك تقول له؟ بدك تكون عارف. واحد بتجيك عندها بريست لام، تقول لها بدي افحصها، تقول لك شو اعمل؟ واقعد انام تكون عارف من 45 ديجري سوباين بوزيشن، ممكن ستاندينج بوزيشن، ممكن سيتينج بوزيشن، كمان في انسبكشن، في بالبيشن، في اكزيلري فوسا كمان بالبيشن. بدك تعرف هاي الاشياء. النك ماس بدك تكون عارف انه بدك تحكي للمريض يقعد على كرسي حتى تعمل انسبكشن. You have to be in front of the patient and do your inspection. تحكي له ارفع ركبتك شوي او راسك، يعني elevate his tension his neck slightly. تعمل swallowing, protrusion of the tongue. تعمل inspection، تشوف الماس، تشوف الديسكالوريشن، skin color, size, الـ borders visible، مثلاً vessels discharge مثلاً، وهكذا. بعد ما تخلص بالinspection نفسها مثلاً بالneck mass بالinspection بدك تعمل له palpation by your index finger to the suprasternal notch. هاي part of inspection. ليش؟ مشان شوف إذا في deviation of the trachea. هسا بعد ما تخلص الانسبكشن بدك تروح على على الباك اوف ذا بيشنت. هلا الاول كنا حاكيين له احنا عمل اكستنشن، هلا بعد بس تكون بالباك اوف ذا بيشنت تحكي له فليكشن سلايتلي او خليه يطلع دغري، يعني ما في مشكله. هلا بالنك ماس بدك تعمل بالبيشن للماس اتسلف بالاول، بعدين للليمف نودز. هسا الماس بدك تعملها بالبيشن، بدك تعملها باي مانيولي، خصوصا اذا كانت ايش صغيره، تعمل بوشينج بال وان هاند اند بالبيت باي انذر، بعدين تعكس الحركه هاي على الجهه الثانيه. مفهوم؟ طبعا بالبالبيشن انت بدك تشوف تندرنس، كونسستنسي، السايز، وال الاوتلاين اوف ذا ماس، وهكذا. بعد ما تخلص من الماس بدك تروح على الليمف نودز. الليمف نودز طبعا بتحكي للمريض لوك ات ذا سايد، بتشوف الانتيريور تريانجل والبوستيريور تريانجل بالبيشن، تعمل لهم للاريا دي تشوف الليمف نودز. بعدين بتروح على الليمف جروب اوف ذا ليمف نودز الثاني، وين مثلا بالسبمنديبولار اريا، بالسبمنتال اريا، والبوست اوريكولار اريا. هسا بتجيب ثامبس اوف يور ثامبس بتحطهم على البوست اوريكولار اريا، الفينجرز بتحطهم على السبمنديبولار اريا والسبمنتال اريا، بتعمل بالبيشن. تمام. بعد ما تخلص من الماس والليمف نودز ريليتد جروبس هناك بتروح على الاكزيلري، على ال سب كلافيكولار اريا، وخلص هيك بتكون انت خلصت ال evaluation of the neck mass. هلا بالنسبه ل مثلا بريست لام، بريست لام ممكن تحتاج تحكي للمريض او المريضه 45 degree position standing and sitting مثلا. هلا تعمل inspection للبوث بريست، طبعا بكون exposed الأبر ترنك. ممكن تكون المريضة قاعدة على الكرسي أو واقفة، إذا كانت واقفة تعمل inspection للبوث non-affected والaffected side. الaffected side بتشوف أنت
الثايز والسايت والديسكلريشن والسكن وهذا كان في ديستشارج ولا لا وهاي الأشياء أو في مودولاريتي ولا لا. بعدين تحكي للمريضة to put her hand around her waist أو back to her head وبتشوف كمان تكمل الانسبكشن. بالبالبيشن لازم تحكي للمريضة إنه تكون 45 ديجري سوبان. تعمل بالبيشن للبريست وممكن يكون في اكستنشن للبريست تيشيو اللي بيسموه tail of the breast. تعمل بالبيشن كمان بعد البريست بتروح على الأكزيلري فوسا. الأكزيلري فوسا مشان إيفالويشن للأكزيلري لينف نودز. هسا to make this إيفالويشن لازم تخلي المريضة توقف قدامك. ألو في حد بيحكي؟ طيب جلز. في بتحكي للمريضة توقف قدامك حتى تفحص الرايت أكزيلا والليفت أكزيلا. إنه الرايت أكزيلا بتحكي للمريضة to put her forearm on your forearm. يعني أنت بتكون واقف قدام المريضة خليها تحط إيدها forearm area على إيدك forearm area. بترفعها لازم تكون with rest to relax the group of muscles هم deltoid, trapezius, pectoralis muscles. و الرايت اكزيلا بتفحصها باللفت يور ليفت هاند بالبيشن. تمام. بالليفت اكزيلا بتعكس الحركه هاي بتحط الليفت فور ارم المريضه على يور ليفت فور ارم تعمل بالبيشن للليفت اكزيلا باي يور ليفت هاند. تخيلتوا كيف انتو هيك؟ طيب هسا نيجي على مثلا بدك انت عملت جاك واحد سواء مثلا سيرجري او يورولوجي بدك تعمل له ديجيتال ريكتال اكزامينيشن. واحد مثلا عنده ساينس اوف انستان ابستراكشن بدك تعمل له ديجيتال ريكتال اكزامينيشن اولد ايج. او واحد جاك عنده ساينس اوف ابستراكتيف يوريني سيمبتومز بدك تعمل له ايفالويشن للبروستيت. تمام. لا بدك تعمل ديجيتال ريكتال اكزامينيشن كيف بدك تحكي له؟ ينام. بدك تكون عارف انه ask him to lie on his left lateral position with flexion of knees and hip joint 91 degree 110 degree with exposed buttock area and his chin on his chest and the buttock area لازم تكون على lateral border of the bed and you proceed your evaluation examination by inspection to do inspection to the anal verge. قبل ما تعمل palpation بدك انت you have to elevate the upper buttock area by your left hand and do palpation by your right index. بالأول inspection قبل palpation عفوا بدك تعمل inspection بدك to see the anal verge بدك تعمل elevation لل upper buttock area and you can see the anal verge بتشوف هناك masses, soiling, openings, fissures وهكذا. بعدين بتروح على palpation حتى تعمل palpation apply xylocaine gel 2% to right tip of right index finger and you start at the 6 o'clock of the anal verge. هسا احنا منقسم anal verge as o'clock 12, 3, 6 and 9. هسا 12 o'clock area اللي هي direction toward ventrum of the human body umbilicus genitalia هاي 12 o'clock of the anal verge. يعني anal verge بدك تشوف anal verge بدك تعرف انه 12 o'clock of the anal verge بكون direction تبعها toward genitalia. 6 o'clock بتكون toward natal cleft and dorsum of the human body. انتم متخيلين كيف؟ هسا تخيل انه المريض left lateral position انت واقف وبتشوف انت ال anal verge بدك تشوف ال anal verge 6 12 o'clock بدك تكون عارف 12 o'clock اللي هي جهة الجنتيليا 6 o'clock
جهة نيتل كليف. هسا احنا بنعمل شوية palpation على ال 6 o'clock area for a while just to relax المسلز اللي موجودة هناك, الارتش اوف مسل الموجودة هناك اللي هي part of pubercutalis muscle. هي بس هاي الحركة بس to make the procedure easier. بعدين نعمل rotation للفينجر toward 12 o'clock upward in the anal canal. بتحس هناك البروستيت اريا, البروستيت اريا بتحس هناك البروستيت. بالمناسبة مكانك مثلا اذا كان المريض ملح عليك قديش اكثر اللي بيجوا يفحصوا للبروستيت معنا بالعيادة, بقول لك قديش حجم البروستيت او اطلب لي صورة دكتور او شوف لي. انت عارف ما فيش مستشفى هسه ما فيهوش ترانس ريكتال التراساوند او ابدون الالتراساوند اللي يقيس البروستيت, وهي المجرمنت هاي هي الادق. بس انت بامكانك مثلا تقيس السايز اوف ذا بروستيت باي يور فينجر, بتعد بتحط اصبع جنب اصبع لحتى يخلص من البيريفيري الشمال اليمين مثلا للشمال, بتشوف قديش كم فينجر. كل فينجر ايكوال 10 جرام اوف فوليوم اوف ذا بروستيت رفلي هي. تمام, اذا حدا مش فاهم يتدخل, اذا حدا بده يعلق كمان يتدخل. ليش ساكتين كلكم؟ يا عمر هم الكل سامعين دكتور, اذا حدا عنده ملاحظة بحكيها معنا. واضح دكتور. طيب هو هسه السكوت سلاح ذو حدين. طيب خلينا نكمل. هسه حكينا انت على 12 o'clock area لما تعمل insertion للرايت index finger in the anal canal هناك راح تحس ماس اللي هي البروستيت. هاي البروستيت انت بدك تعلق عليها, كمان بدك تشوف السايز زي ما حكينا, التندرنس إذا في تندرنس, الكونسيستنسي of the prosthetic tissue, الأوتلاين of the prostate, النودلاريتي أو هاردنينج. بعدين بدك تشوف الميوكوزا اللي هي لازم تكون موفابل, الميوكوزا لازم تكون موفابل around أو over the prostate gland. لازم نحس الميديان سلكس يكون intact preserved. تمام, otherwise بدك تشك بأشياء ثانية يعني كانسر أو إشي. بعدين بس تخلص من البروستيت تحس inside wall in the canal circumferentially, بتشوف إذا في هناك كمان openings أو tenderness أو masses أو هكذا. قبل ما تعمل withdrawing to your finger from the anal canal at the end of your procedure أو evaluation بالديجيتال ريكتال اكزامينيشن, يو كان وايل ذا بيشنت لاينج ان ذيس بوزيشن اللي حكيناها, يو كان دو بالبيشنت تو ذا لوور ابدومين اوف ذا بيشنت باي يور ليفت هاند. ممكن يعني يو كان كاتش مثلا بلفيك ماس اذا كان لارج ماس, يو كان كاتش وايل يور رايت اندكس فينجر ان ذا انال كانال مع البالبيشن اللي بتعملها لللوور ابدومين, يو كان كاتش بلفيك ماس مثلا. هاي الحركة احنا كمان نعملها بالعمليات لما يكون المريض under general anesthesia. بالمناسبة هسا في حدا منكم ممكن يقول لي طب دكتور اذا كان مش contra indication نعمل digital rectal examination اذا كان عنده acute anal fissure, واقول له نعم, لانه هي اصلا البروسيجر بدون anal fissure هي painful procedure مزعجة. فما بالك لما يكون عنده anal fissure. ف I prefer to abort your procedure. هسه بطلع واحد ثاني بقول طيب دكتور أنا بدي أعمل digital rectal examination لازم يعني ضروري digital rectal examination, وهذا المريض عنده anal fissure وما بقدر أعمل له باي زيلوكينج اللوكال أنستيزيا. بقول له أنا you can do this procedure under general anesthesia اللي هي digital examination إذا كانت mandatory. لاحظوا أستاذ دكتور طارق الجابري
في أحيان بيكون عنده مرضى بالليستة تبعته هي examination under general anesthesia أو evaluation under general anesthesia، هو anorectal يرجم. تعرف هذا الشيء؟ تعرفه دكتور طارق؟ نعرفه. طارق. إيه مرضى عنده شو اسمه بس examination under general anesthesia أو evaluation under general. يعني موجود هذا الشيء. طيب. حكينا دكتور مش مرات يكون في اكوت بروستاتايتس ما بنسوي ريكتال اكزامينيشن ديجيتال ريكتال اكزامينيشن ايش مين هذا انت شو اسمك سيف سيف سبيدي جود كويستشن ليش هو بالاعتقاد انه هسه اذا كانت فليمد للبروستيت وانت تيجي تعملها مساج اللي هي عن طريق ديجيتال ريكتال اكزامينيشن انت بتعمل ديسيمينيشن للبكتيريا هناك و consequently راح يصير في spreading ل شو اسمه الفاسكولار سيستم ويصير في ممكن يكون يصير بكتيريميا وسبتيسيميا تمام تمام يسلم فبس هذا السبب يعني بسايد انه كان تندرنس طبعا سوير تندرنس راح يكون عند المريض وممكن تحس انها البروستيت بوغي يعني كيف بوغي يعني في fluctuation او ممكن يكون في pus inside prostate gland على فكره تمام مشان هيك هو unpreferable او contraindicated انك تعمل digital rectal examination وانت تكون عارف انه عند المريض هذا prostatitis اوكي طيب تمام هسه اللي حكينا عن البريست lump positioning و neck mass positioning وحكينا عن digital rectal examination بس نرجع للي بلشنا فيه بالأول اللي هو الابدومن وبالمناسبة الابدومن كمان بده positioning الابدومن evaluation أنا أقصد الابدومن كمان بده positioning هسا ال positioning of the patient in the abdominal evaluation بده يكون supine position make sure إنه the bed of the patient يكون flat لأنه otherwise it will interfere with the anterior abdominal wall muscle tone ممكن تعطيك false impression guarding عرفت عليك كيف هسا supine position with head up 15 or 20 degree and make sure إنه the upper extremities يكونوا parallel to the patient body يعني زي anatomical position with exposed the target area اللي هي الابدومن من عند النيبلز للميد ثاي لازم لانه اللي بدي احكيه هلا انه الابدومينال ايفالويشن مش بالسايد الابدومن اتسلف في كمان جينيتال اريا والانجوانال اريا والديجيتال ريكتال اكزامينيشن اند سوبرا كلافيكولار lymph node evaluation يعني الـ component of أو الـ components of abdominal evaluation اللي حكيتهم هلا abdominal examination inguinal orifices genitalia digital rectal examination and supraclavicular virtuous evaluation هيك إذا بدك تكون الأمور perfect أو الصح يعني هاي الـ component of abdominal evaluation مشان هيك انا حكيت لكم عن ال يعني هسه امبارح انا انبسطت شفت مريض ورجاني ابنها ورجاني ريبورت من برايفت دكتور جي اي جاي عنده في جاستريك بين ليش هسه انا بحكي لكم لا تكونش سيلي يعني واحد بيجي بجاستريك بين او ديسكومفورت ريجاردلس الميلز سواء كان افتر ميل او وذاوت ميل طالب لها فحوصات وطالب منها تعمل سي تي سكان ليش على نقطة واحدة بس CT scan طبعا طالب لها chest abdomen with contrast IV and
أورال كنترول. بالمناسبة هسا الإيميجينج موداليتيز في بنستعمل معاهم كونتراست أو ميديا. في أكثر من روت، في بسموه دبل كونتراست أو تريبل كونتراست أو كلاسيك. يعني هسا الكلاسيك اللي هي آي بي كونتراست، لما يحكي لك مثلا تجيك مثلا ريكوست سي تي سكان أو أي إيميجينج موداليتي with double contrast study، يكون عارف إن المقصود فيها double contrast study اللي هي IV root intravenous and oral root. ممكن يجي يقول لك triple contrast تكون IV oral and rectal، يعني upper GI lower GI root و IV root. تمام، هاي single أو double أو classic double contrast and triple contrast. CT scan abdomen بدي شوف the upper part and lower part of the GI system. هسا هذا الدكتور اللي بدي أحكيه أنا إنه ليش طلب هاي الأسئلة، لأنه حس إنه في enlarged virtuous lymph node، يعني هو عامل لها supraclavicular lymph node evaluation which is rare. يعني أنا بالبرايفت عادة اسمه، فما تفكروا إنه يعني فكروني إنه أنا بقول لكم part of abdominal evaluation اللي هي virtuous lymph node، لا لازم، خصوصا بالelderly، خصوصا إذا كنت شاكل كانسر وذا جي آي. تمام، زي ما حكينا إنه part of abdominal evaluation اللي هي abdomen evaluation inspection palpation percussion وهكذا and including inguinal orifices and genitalia. genitalia ليش بحكي لكم هسه من the practical point of view، راح تواجه بالطوارئ، نرجع للabdominal pain، راح تواجه بالطوارئ abdominal pain عند many age groups و both sexes. بيجيك واحد adolescent age group male يكون جاره أبوه على الإسعاف غصبا عنه، ليش؟ بقول لك بطني بوجعني، بقول له أبوه بطني بوجعني، لكن هذا الإشي بكون لأنه هو الإيج هذا، على فكرة عند الأجانب كمان بالإيج هذا بكونوا بخجلوا كثير إذا كان عندهم جينيتال باثولوجي. ما بحكي للدكتور، بقول له عندي لور أبدومينال بين، وحتى أبوه بكون ممكن إنه يعني غصبا عنه يجبره أبوه يجيبه على الطوارئ، سواء كان أبوه بعرف إنه عنده جينيتال باثولوجي أو ما بعرف، خلينا نقول سويلينج أند بين. أنت لا تكون أوفر كونفيدنت ولا تكون كيرلس وان، أنت دائما وأبدا خليك بالABCs وكلاسيك وي، لا تكونش أوفر كونفيدنت. أنت واحد بيجيك أدولسنت إيج جروب، لأنه مستحي يقول لك حتى ما تكشف على الجينيتال إيريا، بقول لك أنا عندي لور أبدومينال بين، بتحكي له أنت طبعا بعد ما تأخذ منه هيستوري وتعمل له physical examination started by temperature blood pressure وشو اسمه heart rate وهاي الأشياء، بتروح على target area اللي هي بدك تعملها evaluation اللي هي الأبدومين، لأنه هو شكل من lower abdominal pain، صح ولا لا؟ إذا بتنيمه على السرير أنت تكتشف إنه إفبرايب اللاب داتا إجت CBC normal، الكيمستري نورمال، النوليكوسايت كاونت، ابدومن باي يور ايفالويشن سوفت لاكس جاست مايلد بين او تندرنس ان ذا لوور ابدومن، انت بتقول له ما فيك شيء. هو طبعا بنبسط انه انت حكيت له ما فيك شيء، لانه هو باعتقاده انت بالحركه هاي عرفت انه عنده جينيتال لامب وبين، وبدون ما خليه يكشف انت قيمت الامور.
فلذلك دائما وابدا expose the genital area, expose the genital area. اي واحد بيجيك abdominal pain, خصوصا lower abdominal pain, وخصوصا adolescent age group لحد 20 سنة, expose the genital area لانه ممكن يخفي عنك. وكثير احيانا عندنا فئة من المرضى يا انه عن خباثة او عن غابة ما بعرف انا, يعني بحكي لك كل اشي كل اشي, بس الاشي اللي له علاقة مباشرة بالباثولوجي تبع انت بحكيها عشان تشوفها لحالك او بالاخر بيجو. كثير احيانا انت تاخذ هيستوري نص ساعة مع المريض وبتطلع بدياغنوسز وبتروح مبسوط, بس تصل عند باب الغرفة بقول لك دكتور في شغلة نسيت احكي لك اياها. ممكن هاي الشغلة الكلمة او الشغلة اللي هي تكون التارجت اريا تبعتك وممكن يغير الدايركشن تبع الايفالويشن تبعك الدياغنوسيس كله كامل. فانت دونت زي ما اتفقنا دونت ليت ذا بيشنت تو جايد يو حتى بالهيستوري. انت جيت يور انفورميشن اند سكيب لانه بتوهك زي ما حكيت لكم بالاول. طيب نرجع للكومبوننتس زي ما اتفقنا اللي هي ابدومين genitalia and digital rectal examination and supraclavicular lymph node evaluation. طيب هسه لو نيجي للابدومين, الابدومين انت بتبلش بالانسبكشن طبعا بعد ما تعمل البرايفسي. بالبرايفسي بدك انت تكون عارف كمان انه you have to introduce yourself, take a permission from the patient and explanation for the patient what you are going to do. بعدين you proceed your evaluation by inspection. بالأبدومن بدك تبلش من عند الفيت سايد, هناك بتعلق على contour of the abdomen, umbilicus and superficial masses will hair distribution. بعدين بتروح على right of the patient بتكمل الانسبكشن. هسا بدي أحكي لكم شغلة, بعد ما تخلص الانسبكشن بدك تبلش بالبالبيشن. هسا البالبيشن سوبرفيشال بالبيشن بدك تبلش من عند الاوبوزيت سايد اوف ذا افكتد سايد. مثلا واحد عنده رايت لور ابدومينال بين بتبلش بالليفت لور ابدومينال اريا بالبيشن انتي كلوكوايز فاشن مثال, او النيبر سايد اوف افكتد سايد يعني يا اما opposite side او neighbor side anti-clockwise fashion. بتبلش بالpalpation superficially حتى تكون انت صح. لازم تكون your examining hand اللي هي right one على الارجح تكون straight, يعني انت ما بصير تعمل palpation وما بتقدر تعمل straightening ل your examining hand وانت واقف. لازم تنزل على مستوى الابدومين انت بحيث تكون الهاند تبعتك straight and flexible wrist joint and your palmar area of your hand تكون كلها in contact with the abdominal surface. يعني تكون ايدك كلها حاس انه انت احيانا كثير احنا بنحس حتى التمبريتشر اوف ذا بيشنت تحس انه هوت سكن مثلا, او بس تحط ايدك بتحس انه قال اخ تندر تكون. لذلك بدك تكون ستريت هاند فليكسبل ريست جوينت اند البالمر اريا كلها موجوده على الابدومينال سيرفيس. بعدين لما تعمل انتي كلوكوايز fashion palpation superficially don't remove your hand completely, يعني دائما خلي الهاند your hand in contact with the abdomen. okay ال deep palpation شوي بدك تعمل pressure نفس الحركة بال superficial palpation, بس تعمل pressure بال palmar area. while you do this سواء بالسوبرفيشل أو بالديب بالبيشن you have to look at the patient face frequently to catch facial expression. ممكن مرات ما يطلعش صوت المريض أما يعني غير facial expression تبعه إذا كان في pain أو tenderness. لذلك دائما وأبدا frequently you have to look at the patient facial expression.
هلا في organ بتحتاج by manual palpation الكيدنيز مثلا الكيدنيز بسموها بلوتمنت بالبيشن إنه الإكزامينينج هان دائما وأبدا فور سواء كانت right kidney evaluation أو left kidney أو both kidneys evaluation by your right hand palpation left hand supporting one اللي هي بتكون at the renal angle at the back of the patient if left hand دائما وأبدا سواء كانت لل right kidney أو لل left kidney دائما وأبدا تحت the back of the patient هو يكون supine على the renal angle area والpalpating hand اللي هي دائما the right or the left kidney اللي هي right hand normally we can't palpate the kidneys except in two age group اللي هم أو pediatric age group وال slim thin patients يعني ممكن إنه الكيدنيز بالبابل without pathology. طيب هلا هاي بالنسبة للكيدنيز بالنسبة لل مثلا الليفر انت بدك تعمل له percussion مش palpation بس انه palpation بشغلة واحدة بتبلش من عند الرايت إليك فوسة upward to the subcostal margin لحد lower edge of the liver هاي البالبيشن بنعملها تو حتى نحدد lower edge of the liver كمان بدي احكي لكم انه normally you can't palpate the liver يعني هي تحت subcostal margin ب 2 سنتي تقريبا lower edge of the liver otherwise بتكون enlarged هسا حتى تعرف السايز زي ما حكينا احنا حددنا اللور ايدج اوف ذا ليفر بتحط هناك مارك الابر ايدج بتبلش من عند السكند انتركوستال سبيس بالبركشن بيكون عندنا ريزونانس ساوند لحد ما تبلش الدلنس بتبلش الدلنس هناك بيكون الابر ايدج اوف ذا ليفر بتحط مارك او بتخلي المريض ask the patient to put his finger مثلا وبتقيس لعند اللور ايدج هاي بسموها liver span اوكي بكون size of the liver في شغله بدي احكي لكم اياها بخصوص liver pathology والgall bladder انه في شيء اسمه Murphy's sign Murphy's sign اذا كان positive معناته في عندنا Murphy's sign هو بتبلش كمان palpation من lower right abdomen لعند ما توصل لعند gallbladder area أو liver area اللي هي subcostal margin هناك أنت ask the patient to take deep breath between the inspiration بالbreathing بالinspiration والexpiration you have to do deep palpation بين الشهيق والزفير تعمل palpation ل subcostal area أو هناك بإيدك إذا كان في pathology the patient will hold his breath يعني هاي هي المرفصال نحكي عنها positive مفهوم دكتور مش في واحدة في ال CT scan مش في CT scan ultrasound في مرفصال ultrasound لا ما سمعت طاين عادة بتكون بالفيزيكال اكزامينيشن انت بتسوي الترا ساوند وقاعد بتضغط بالديفايس ممكن بالبروب قصدك البروب بتبين تندرنس صحيح وخاصة نعتبرها بوزيتيف ميرفي ساين برضو بس يعني انه احنا بنحكي عن الكلاسيكال وي والبروبر وي عرفت علي كيف تمام هسا في حدا بعمل palpation بالبروب لا palpation بتنعمل بالرايت هاند مزبوط ولا لا صحيح وصلتك يا كيف كثير احيانا بيجي يعني مرضى عندهم abdominal pathology بتنزلوا على الالترا ساوند
او جينيتال باثولوجي بتنزلوا على الالتراساوند، بس بس الدكتور يحط البروب على التارجت اريا المريض بتوجع. عرفت علي كيف؟ في حتى مرات انه انترفير وذ كومبليشن اوف ذا اكزامينيشن من كثر الوجع. ف يعني هاي كمان بوزيتيف ساين يعني، عرفت علي كيف؟ بس احنا بنحكي يا سيف عن كلاسيكال واي، عن البروبر واي فور ايفالويشن بالبالبيشن. فاهم علي؟ مفهوم. طيب هسا بنيجي للجينيتال اريا. هسا الجينيتال اريا بدك انت تشوف السيمتري. هسا الانسبكشن، خلينا نبلش بالانسبكشن. بدك تعلق على الفالس اللي هو البينس، على السكن، على البريبوس، على الاوبننج external metal orifice. تحكي انه circumcised ولا non circumcised، الopening at the proper site مثلا، ولا لانه في شيء، في شيء اسمه hypospadias، بعرف عندكم فكره عنه ولا لا؟ hypospadias السبب تكون الopening of the urethra على tip of the glands، بتكون below this على الventral area of the shaft of the glands، اما بتكون distal او mid shaft او proximal، واللي هي the baddest او the شو بسموها السيفير هايبسبيدس، بتكون بروكسيمال يعني قريبة من ال السكروتوم. بدك تشوف الشيب والسايز of the skin of the phallus، skin شكل skin، الكلر، الهير ديستريبيوشن. بعدين بتروح على السكروتوم، بتشوف السكروتوم ديستندد مش ديستندد، هاي لسه بالانسبكشن. وتشوف الكلر، تشوف الروجيس اوف ذا سكن، ريكرينج انه هذا جود ساين. اما اذا كان لوست الكريسز هاي بكون في باثولوجي، بكون في سويلنج، اما هيدروسيل او توشن او بكون في سويلنج يعني. intrascrotal pathology بكون. وتشوف الكلر of the skin. هاي بالانسبكشن. ولازم تعمل mandatory inspection للposterior aspect of the scrotum. يعني حتى تعمل هاي الشغلة لازم to elevate, you have to elevate the scrotal area by your hand. بتشوف تعمل elevation. Inspect the posterior area of the scrotum ومنه البرينيوم كمان. Palpation the content of the scrotum by fingers, your both hands اللي هي index finger with thumbs. التستس بدك تحسها وتسكويز التستس، يعني انه خليها slipped from upper to the lower. ما تعملهاش squeezing لانه ممكن يكون في tenderness يعني المريض. Index both index finger thumbs أو both fingers اللي هو سموها scissoring اسمه examination. لكن الأحسن إنه الindex finger بتحس the outline by your index finger with thumbs بتحس distance size والconsistency إذا كان في tenderness أو لا. بس don't squeeze that testis يعني لأنه painful. هسه زي ما حكيت بالأول إنه يعني genitalia evaluation إنه لازم حتى تشوف the content of the scrotum إنه والtestis كمان إنه يكون standing position المريض beside the supine position. اتفقنا انه سوباين وستاني، الفاريكسيل كمان سوباين وستاني لانه في 3 ديجريز للفاريكسيل. بدك تشوفهم انت في احيانا يكون while the patient standing بين visible هاي 3 ديجري، with cuffing هاي تكون 2 ديجري، او شو اسمه اذا كان سوباين بتكون 1 ديجري، with
كف او انكريز فالسالفا انترا ابدومينال بريشر باي فالسالفا مانيوفر. اللي بدي احكي انه جينيتاليا ستاندينج وسوبان، الهيرنيال اورفيسز كمان ستاندينج وسوبان. بعدين بالمناسبة الـ positioning of the hernial evaluation أو hernial orifices supine standing زي ما اتفقنا. You can't مثلاً أحيانا إذا كان small hernia you can't catch the patient while the patient supine اللي hernia بدك تحكي له وقف يوقف قبالك وكفينج. بس لما تيجي بدك تعمل inspection هذا الحكي، لما تيجي تعمل palpation ما تكون أنت in front of the patient إذا أنك بدك تعمل evaluation للهيرنيا، بدك أنت توقف beside the patient. وإذا كان على the left side بدك تكون أنت على the left side of the patient و beside him وتعمل palpation by your left hand for his left inguinal area. على the right side by your right hand for his right inguinal area. مش تيجي in front of him تعمل بالبيشن ما بصير. هذا الأشياء بحكي لكم إياها راح تواجهها بالأوسكي يعني. فمعظم البوزيشن اللي حكيناها إحنا يعني اللي كانت ببالي. بعرفش إذا حدا بحب يسأل. أنا حكيت حاولت يعني أعمل gathering لأشياء كثير حكيت اللي أنا شفته ممكن إنه يفيدكم. بدي أعطيكم شوية هيك عن السوتشر ماتيريال. هسا في إحنا منقسمهم للارج جروبس اللي هم أبزوربابل ونن أبزوربابل سوتشر ماتيريال. most of the absorbable suture material إحنا مستعملهم inside the human body. most of the non-absorbable نحن outside the skin surface of the human with exceptions طبعا. بدك تكون عارف كمان انه مثلا absorbable في اسماء لها مثلا monocryl, vicryl هاي most common. vicryl, monocryl most common. non-absorbable ممكن يكون silk او nylon هاي non-absorbable. في أشياء انقرضت كانت زمان موجود كثبت وكروميك هذول أبزوربابل بطلوا يستخدمون. زي ما اتفقنا أبزوربابل inside the human body non absorbable outside the human. بدي تعرفوا كمان sizes of needle shape مثلا الباكج of suture material بكون عادة shape of needle مبين عليه من برا بكونوا راسمينها. على الأرجح بتكون نفس السايز ونفس الشيب وبكون في مرسوم على الباكج زي سيركل إذا لاحظتوا أو تريانجل. هاي بكون سيركمفرنس اللي هو بكون راوند إذا كانت سيركل. إذا تريانجلر بتكون كاتينج بسموها أو سيركل بجواتها تريانجل بتكون التب تريانجلر والبادي أوف ذا نيدل بتكون راوند. size of the needle بكون مكتوب كل ما كبر الرقم كل ما صغرت ال diameter of circumference of needle يعني O4 مثلاً الرقم أكبر من O2 يعني الفور أكبر من التو لكن ال size بكون بال O4 أصغر من ال size بال O2 of the needle هيك يعني. ف السوتشر ماتيريال هاي هم تقريبا لانه يعني انت مثلا بدك تروح على الاسعاف بدك مش عارف شو السايزز مش عارف شو اسماء يعني ممكن حتى السيستر او الميل نيرس يحرجك يقول لك دكتور شو السايز بدك اياه شو النوع اللي بدك اياه بدك تكون عارف يعني تكون اورينتد. في اشي بدي احكي لكم اياه كمان عن اللي هو السيرجيكال تيوبس. هسا اي تيوب يستعمل بغض النظر عن تخصص جراحه مسالك نسائيه اطفال اي تيوب انسايد هيومن بدي سواء كان انلت فاشن او اوتلت فاشن بالمريض بكون امبيشنت يعني اي تيوب اسمه سيرجيكال تيوب
هسا سيرجيكال تيوبس كمان اقسام او اجزاء اللي هم او كاتيجوريز. السيرجيكال تيوبس في لارج جروب سموها درينج سيرجيكال تيوبس اللي هم بنقسمه كمان لاقسام اللي هي كلوزد سيستم سيرجيكال تيوبس واوبن سيستم سيرجيكال تيوبس. هسا الكلوزد سيستم كمان في منها نيجاتيف بريشر او باسيف بريشر وجرافيتي بريشر، زي اللي حكيت لكم عنه الفولي كاتيتر واليورين باك، هاي بتمثل كلوزد سيستم درينج سيرجيكال تيوب وذ جرافيتي بريشر. مثلا بوست ثايرويدكتومي او بوست ماستكتومي احنا بنحط مثلا كلوزد سيستم سيرجيكال تيوب وذ نيجاتيف بريشر، بكون نيجاتيف بريشر، بتكون باج بسموها ريديفاك درين، بسموه ريديفاك، بكون باج بلاستيك كومبريسبل، تضغطها وتسكرها بصير جويتها نيجاتيف بريشر. هاي عاده بنحطها احنا بالكروشال بوينتس زي بوست ثايرويدكتومي، انه بهمنا احنا تو بريفنت اكوموليشن اوف ليتل اماونت اوف فلويد ان ذيس اريا، لانه اذا صار في اكوموليشن هون ممكن يعمل كومبريشن على التريكي وهي يصير في اسفيكسيا وهي الاشياء. او بوست ماستكتوم كمان اذا ما صارش في سكشنينج ودرينج للفلويد لمف او بس او بلد، بصير في كمان إديما وكمبريشن وهي الاشياء. إذن درينج سيرجيكال تيوب كلوز سيستم وأوبن سيستم. الكلوز اللي هي ريديفاك نيجاتيف بريشر والفولي كاتيتر جرافيتي بريشر مثال. الأوبن سيستم عادة بتكون إحنا بنحطها فور شورت بيريد فور 48 أورز أون ذا سوبرفيشال أريا أوف ذا هيومن بودي سبكوتينيس سيرجري، عادة بنحطها لأنه يعني open with it يعني with contact with the atmosphere يعني easily getting infection، لذلك بنحطها بنحط الدرينج هذا ودرين لفتره بسيطه يعني بعدين بنشيله. هسه هاي درينج رقم واحد سيرجيكال تيوبس. رقم اثنين في شيء اسمه غاسترو انتستينال سيرجيكال تيوبز اللي هم غاستروستوم تيوب مثلا انجي تيوب ازوفيجيال تيوبز بالون دايليترز هيك. في الكتيرغ الثانيه الثالثه اللي هي بيريفيرال اكسس سيرجيكال تيوبز اللي هم الاي بي لاين والسي في بي لاين، عاده هذول هم السيرجيكال يعني اي تيوب هو اسمه سيرجيكال تيوب. اللي بيستعملوا الباطني كمان بلورال تابين كمان اسمه سيرجيكال تيوب. اللي بيستعملوا ال انفيزيف راديولوجيست طبيب الاشعه كمان اسمه سيرجيكال تيوب. حتى كمان في انتيتي اسمها اندر ووتر سي اللي هي تشست تيوب، هاي كمان اسمه سيرجيكال تيوب. يعني زي ما حكيت لكم اني تيوب انسايد هيومن بودي سواء كان إنلت فاشن أو أوتلت فاشن هو اسمه سيرجيكال تيوب. فهاي الأشياء اللي كنت حاب أحكي لكم إياها. إذا حدا عنده أي استفسار لأني أنا قربت أنهي الموضوع، صار إن إحنا تقريبا ساعة ونص إلا خمس دقائق. عمر بيك. ها دكتور شو إذا حدا عنده أي استفسار إذا حدا عنده سؤال بقدر يفتح المايك. إذا حدا عنده أي استفسار أو أي سؤال، واللي ببالي أنا حكيته أنا ما بعرفش إذا نسيت أي شيء، لكن حاولت أنا أجمع لكم أشياء كثير نفس الوقت. يبدو أنه في أسئلة. عمر حسين.
أتوقع لو هذا عنده سؤال كان سأل، يبدو أنه ما في أسئلة. تمام، يعطيك العافية دكتور. طيب ماشي، أنا بستأذنكم، الله يعطيكم العافية وفرصة سعيدة، وإذا التقينا مرة ثانية بفضل تكون يعني عمر أنت بوكلك المهمة، إذا في إشي بتحب نركز عليه مشان نحكي. إن شاء الله. جاي إن شاء الله. يعطيك العافية دكتور. السلام عليكم. وعليكم السلام.